تعاني بلدية غزة وجميع بلديات قطاع غزة من شلل كبير في خدماتها المقدمة للمواطنين. الخدمة الأساسية الأولى هي خدمة توفير المياه، حيث تنقص كميات المياه بشكل كبير وجودة المياه أيضا غير متوفرة. كميات المياه المتاحة للشرب هي شحيحة جدا بل تكاد تكون معدومة. خدمة توفير الصرف الصحي أيضا للمواطنين تقريبا غير متوفرة، وتتجمع كميات كبيرة من المياه غير المعالجة في الشوارع وفي الطرقات وكذلك في مراكز الإيواء بل في المستشفيات. ولا نستطيع أيضا تقديم خدمة النظافة وجمع النفايات من الشوارع ومراكز الإيواء، وتتجمع كميات كبيرة منها وتنبعث منها روائح كريهة، وكذلك العديد منها تم حرقه وتخرج غازات سامة تسبب كوارث صحية وبيئية للمواطنين. لا نستطيع أيضا أن نقوم بفتح الشوارع المغلقة بسبب القصف المستمر للعدوان الإسرائيلي، كما أن بركة الشيخ رضوان المخصصة لجمع مياه الأمطار اختلطت فيها مياه صرف صحي وارتفع منسوبها إلى أكثر من 6 متر وتنذر بكارثة الفيضان في حال سقوط أمطار كثيفة على القطاع، كما أنها لا تحتوي على أسوار حاليا وبالتالي يمكن أن يسقط فيها أي طفل أو مركبة وبالتالي تسبب كارثة لوفاة هؤلاء الأشخاص. نناشد جميع المؤسسات الدولية وجميع الأحرار في العالم تقديم كميات كافية وكبيرة من الوقود لإنجاز هذه الخدمات وتقديم الآليات المساندة واللازمة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لخدمة جميع السكان في قطاع غزة.